الدنماركي مايكل لوليسغارد يتسلم مهامه كرئيس جديد لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في الحديدة. أعلنته الأمم المتحدة خلفاً للهولندي باتريك كاميرت الذي استقال من منصبه أواخر يناير الماضي. مبعوثون وخبراء يأتون ويغادرون واتفاقات ومشاورات متتالية، لكن سياسة التعامل الأممية ونظرة خبراءها للقضية اليمنية وأطرافها تبدو واحدة، وهو ما يفسر العجز في تحقيق أي اختراق أو تقدم يذكر. المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك أعلن خلال مؤتمر صحفي تسلم لوليسغارد مهامه رئيسا جديدا لفريق المراقبين الدوليين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة. في رصيف ميناء الحديدة عقدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار اليومين الماضيين مناقشات طويلة ومكثفة دون الخروج بنتائج واضحة. ترى الأمم المتحدة أن النقاشات المستمرة قربت بين الأطراف وهي كافية للتوافق على طرق إعادة توزيع المرحلة الأولى وإعادة الانتشار التدريجي للأسلحة الثقيلة والدروع. تواصل الأطراف مناقشاتها اليوم تحت إشراف مايكل أنكر لوليسغارد الذي عاد من زيارة قصيرة للعاصمة صنعاء. مهام وتحديات وخارطة طريق ملغمة تنتظر رئيس فريق المراقبين الجديد في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي. فهل ينجح الدنماركي في مهامه ويحرز تقدماً، أم أنه كسلفه الهولندي كاميرت محكوم بالعوامل ذاتها التي أدت إلى تعثر الأمم المتحدة في ملف الحديدة الذي يمثل جزءاً من ملف القضية اليمنية المتعثر منذ 4 سنوات؟